يتساءل عدد كبير من الناس، هل من الطبيعي عدم تبرز لمدة أسبوع؟ وهل له علاقة بصحة الجسم بشكل عام؟ وما هي أسباب حدوث ذلك الأمر؟ أولاً، ليس من الطبيعي عدم تبرز لفترة أسبوع كاملة، حيث يتراوح عدد مرات التبرز الطبيعي بين 3 مرات يومياً و3 مرات في الأسبوع، وذلك لأن هذه العملية تختلف من شخص لآخر، وتعتبر عملية التبرز طبيعية إذا كان شكل البراز طبيعياً ولا يوجد فيه دماء أو يسبب ألماً أو مغصاً عند خروجه. ومن الطبيعي جداً أن تحدث تغيرات في مواعيد التبرز وتوترها، فأحياناً قد يشعر الفرد بحاجته للتبرز بعد ساعة من تناول الطعام، وتزيد هذه الحاجة بشكل ملحوظ بعد تناول الوجبات الدسمة. ولكن عدم تبرز الشخص ل3 مرات خلال أسبوع يعني أنه مصاب بالإمساك، وبالتالي عدم تبرز لمدة أسبوع قد يشير للإصابة بإمساك حاد وشديد. فبعد اليوم الثالث من عدم القدرة على التبرز يصبح البراز صلباً، مما يجعل عملية إخراجه أصعب. إذن فإن الإجابة عن هذا السؤال تتمثل بأن الوضع غير طبيعي، وأن الشخص عليه استشارة الطبيب المختص. ويجدر تنبيه إلى ضرورة استشارة الطبيب في حال عدم تبرز لمدة 2 أسبوع، فهذا يدل على مشكلة صحية. وغالباً ما يكون سبب عدم تبرز لمدة 2 أسبوع هو نظام غذائي غير صحي وغير سليم، لهذا يجب تغيير النظام الغذائي والاعتماد على الأطعمة المليئة بالألياف والإكثار من الخضار والفاكهة وشرب الماء بكثرة، لأن الماء مهم جداً. ويجب شرب الماء على مدار اليوم، والبدء صباحاً بشرب من 2 إلى 3 كؤوس، وستجد الفرق الشاسع في النتيجة. وهناك بعض الأدوية الملينة التي يمكن استعمالها، ومن هذه الأدوية هي الأدوية التي تزيد من حجم البراز، ومنها أجيولاكس، وهو عبارة عن حبيبات يتم أخذ ملعقة منها مع كوب من الماء مرة واحدة في اليوم، وهذا يلين البراز ويزيد من حجمه، وبالتالي يساعدك على التخلص من الإمساك. وهناك عدد كبير من العوامل التي تؤدي إلى ظهور الإمساك وتؤثر بشكل كبير على عملية التبرز، ومن أهم هذه الأشياء عدم شرب السوائل، لذا يفضل تناول كميات كبيرة من السوائل بشكل يومي حتى لا تواجه أي مشكلة من عملية التبرز، وخاصة إن كنت تعاني من الإمساك بشكل يومي. في النهاية، إذا كان الشخص يعاني من إمساك حاد ولم يتبرز لمدة 2 أسبوع، فعليه التوجه إلى الطبيب على الفور حتى يتخلص من ذلك. ولكن هناك بعض الأشياء التي من الممكن أن يقوم الشخص بعملها للتخلص من الإمساك، والتي منها: أولاً، ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي واحدة من الأشياء الرائعة للغاية. ثانياً، تناول كميات كبيرة من المياه والسوائل بشكل عام. ثالثاً، اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على الكثير من الألياف الغذائية الهامة للجسم.